صفقات نادي الزمالك شايفها ازاي؟ محمد جميلة عواد، ابو جبل، جميلة. صبحي، اشرف بن شرقي، محمد اوناجم، امام عاشور ده اللي انا يعني رهنت عليه، و عندك ايه؟ بتاع الكهرباء. طيب تعال نزح عشان الكابتن جمال عبد الحميد. ماشي، يا ماشي، ريت اهو كده، ده اتفضل الشغل. اتفضل. اقول لكم فجأة؟ طيب كهربا يا جماعة عنده عروض كتير جدا. عروض كتير؟ اه عنده عروض كتير. ازاي؟ عنده عروض كتير جدا لأن عقده هينتهي في شهر 6. هينتهي في شهر 6؟ اه كهربا قال لي كده. أنا صريح. لكن هو بيحترم نادي الزمالك وحابب يكون متواجد في نادي الزمالك ولسه موضوعه ما انتهاش إلى الآن في نادي الزمالك. انا بسمع من كل الاطراف واللي قاله لي كهربا بقوله لكم دلوقتي. كهربا عقده ينتهي في شهر 6 ودي مفاجاه، وهو على يقين بكده وهو عارف كده، وجاله عروض كتير جدا لكن هو مفضل نادي الزمالك. كلام محترم، كلام واضح، لان عقد كهربا هو بياخد 2 مليون جنيه وانا بقول لكم رقم. واعتقد ان نادي الزمالك محتاج كهربا وكهربا محتاج نادي الزمالك، لكن ده الوضع بتاعه دلوقتي اللي عرفته منه. لو في حاجة تانية ما فيش أي مشكلة، لكن كهربا بيحب نادي الزمالك وكهربا عنده ظروف بره اللعب ما ينفعش أقولها، لو قلتها يعني حاجة يصعب عليكم بجد تتعاطفوا معاه فورا. ايه رأيك يا كابتن؟ سبق، ودي ميزة. احنا لحد دلوقتي فبراير، فبراير شهر 2، سيبك من الصبك والكلام ده شغلنا. لا بس شهر 2، ما هو ميزه البرنامج هنا لعيب وانت مهيب ان انت داخل جوه جوه المنظومه، فعارف كل الخبايا، فميزه ان انت هشوف اهو مشي، يبقى ده سبق. مفيش حد ده شهر 2، احنا دلوقتي شهر كام؟ شهر 8 وهو مشي شهر 6. يعني بص قبلها باربع شهور بتقول كده ومفيش حد اتحرك، ما ينفعش. طيب نروح لصفحة